مواصلة لأنشطة مؤسسة القلب الكبير، رأست ممثلة المؤسسة سلسلة المساعدات التي قدمتها إلى شرائح المجتمع الضعيفة والمحتاجين، حيث كان برفقتها عدد من أعضاء المؤسسة. تفاصيل هذا الخبر مع الزميلة مريم عبد الرحيم. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بدأت مؤسسة القلب الكبير بحملة توزيع للمؤن الغذائية لصالح المحتاجين والضعفاء من شرائح المجتمع التشادي، حيث بدأت القافلة حملة التوزيع بالمركز الكاثوليكي لتوجيه المرضى بالمستشفيات. وقد حظي المستفيدون من هذه الحملة مواد غذائية تمثلت في الأرز والسكر والقمح والدهن، وعليه فقد أبدى المسؤول بالمركز عن سعادته وأكد بأن هذه المساعدات ستصل إلى مستحقيها. أما الأمين العام للمؤسسة ديلا لوسيان قالت بأن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب بحيث يستفيد منها المحتاجين في شهر رمضان المبارك. وبدوره رئيس الجمعية التعاونية للمعاقين جسديا ديلاسيم جيرار، وبعد تسلمه للمؤن، طلب من مؤسسة القلب الكبير مساندتهم والوقوف بجانبهم من أجل مساعدتهم في تطبيق القانون 07 الذي يقضي بتنظيم حياة المعاقين. الأمين العام في خطابها بجمعية المعاقين التشاديين من أجل التقدم أكدت بأن هذه المساعدات رمزية، لكنها تساهم في رفع العبء لدى المحتاجين، خاصة مع قدوم شهر رمضان. رئيس جمعية المعاقين التشاديين من أجل التقدم عبد الله محمد جبر قال بأن هذه المساعدات تترجم الود الذي تكنه لهم السيدة الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير هندا ديبي إتنو. المعاق بقت في حاجة كبيرة، والحمد لله المؤسسة أسسوها للقلب الكبير لعنا للضعفاء والمستضعفين، وهذا اليوم وقت ذهابه، وقت جاءنا في هذا المسيرة، وشيد أنا نفرح بيا كبير، وأشكر رئيسة الحرم رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو. يذكر أن سلسلة الزيارات من أجل المساعدات التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير لا زالت تتواصل لثلاثة أيام القادمة.